العطواني، انت سائق السياره الاجره، واش اخبارك بلي راه كاين معرض ديال الطاكسيات؟ السلام عليكم. بدايه كنشكر جريده الواجهه على مواكبتها الحدث. ثانيا انا في اخباري المعرض ديال الطاكسيات، السيارات الاجره المستعمله للسيارات، الطاكسيات المستعمله للسيارات الاجره. اولا هي المعرض عنده بعدين، البعد الاول هو نقطه التقاء جميع المهنيين ليتبادلوا بيناتهم الاراء والافكار. ثانيا والنقطه الثانيه وهو عرض ديال هذه السيارات الاجره اللي بغى يستافد من الدعم واللي بغى يستافد من السيارات الاجره ويستغل في نفس الوقت المنافسه اللي غادا تكون بعين المكان. السلام عليكم. عبد الحق العبوقي، عضو المكتب الجهوي للنقابه الوطنيه لسياره الاجره، الاتحاد المغربي للشغل. فاحنا بالنسبه لنا كنحبوا هذه الفكره ديال المعرض، انه يكون معرض ديال قطاع سياره الاجره، لان قطاع سياره الاجره كينقصوا بزاف ديال الحوايج، كينقص التواصل بين المهنيين، وهذه فرصة أن غادي تكون إن شاء الله موائد مستديرة وغيكون ندوات في هذا المعرض اللي غادي يتطرق لبزاف ديال الأمور. بالنسبة لنا حنا اللي غيرنا السيارات غنشوفوا الخبايا اللي كاينة في السيارات، شنو وشنو المسائل اللي هي ما مزياناش، وشنو القطع ديال السيارات خدمة بعد البيع، يعني ملي كتشري السيارة كيخصك دير الفيدونج في الشركه، وهذا يعني مكلف بالنسبه لقطاع سيارات الاجره. هذا جديد، مشروع جديد على وخصوصا قطاع سيارات الاجره الصنف الاول. فانا نناشد الاخوان نقابات وجمعيات ان يجيو لهذا المعرض باش يعطيو ارائهم ويحيدوا الانا، يعني ونتواضعوا ونتصنتوا لبعضياتنا ونشوفوا معلاش لمالا يكون هذا عرس ديال المهنيين، نخرجوا بواحد الخلاصه أو بواحد اللبنة اللي غادة نقدموها للولاية ونقدموها للداخلية على أساس نبنيو عليها المشوار اللي غيكون إن شاء الله، لأن مدينة الدار البيضاء الآن كتوسع، وكنشوفوا الآن بزاف ديال الحوايج اللي كدار، كاين ترامواي الشطر الأول والثاني، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي كدار، فعلى غيبة من المهنيين، فمفروض يشاركونا. علاش ما يشاركوناش؟ لان المهنيين كيشتغلوا في مدينه الدار البيضاء مثلا، عارفين هما السير والجولان في مدينه الدار البيضاء، فلما لا علاش مجلس المدينه ولا الولايه يشاركوا المهنيين؟ سيدي حنا كان عجبتنا الفكره ديال الاكسبو ديال المعرض، ونتمنوا ان شاء الله من السائقين كاملين ديال سيارات الاجره والمهنيين يساهموا في التجديد اللي هي مساهمه فيه الدوله بنفسها. وبغينا ان شاء الله السائقين المهنيين يكونوا على وعي بان فهمتيني السيارات القديمه يعني تلاشات، ما عندهاش يعني مابقاش عندها قيمه، والدوله غاده في نمو ديال التطور وداك الشيء، خصنا حنا الحمد لله نرفعوا بالمستوى القيمه ديال السائق المهني كسائق مهني مشرف. باسمي وباسم جميع السائقين سيارات الاجره مدينه الدار البيضاء، انا كسائق سياره الاجره الاسم هو السي محمد ولد المذكورية، بان بهذا المعرض حنا تنشجعوا باش ان يديروا لنا المعرض، ولكن التشجيع ديالنا هو خصو يكون واحد الثمن مناسب وتكون واحد الجوده. حنا كحرفيين ما تنقلبوش على الثمن، تنقلبوا على الجوده. علاش؟ حنا عندنا استمراريه في تغيير القطاع في استعمال سيارات الاجره، فهمتي؟ حنا عندنا البياس، خصنا نلقاو البياس اللي غادي يخدم لينا، ماشي نشريو بياسه اليوم بثمن ومضرب ليا 4 ايام وهي مشات ليا. مصطفى بيتي، سائق سياره الاجره من الصنف الثاني لو الناس. هذا المعرض غادي يعجبنا بزاف، وحنا تحببنا لهذه الفكره، هي فكره جيده بلي غتكون منافسه بين سيارات هذا الجيس الاسطور ديال سياره الاجره. غادي بعدا حنا غنستافدوا بزاف د الحوايج. حنا دابا عندنا مشكل في السيارات الجداد بالنسبه للبياس، دورو شونج عندنا فيه مشكل غالي بزاف، حنا بغينا نبدلو شي بياسه. ما بالنسبه للسائق سياره الاجره ماشي في المستطاع ديالو، حيت الدخل اليومي راه ماشي كافي لتسديد الخدمات ديال هاد السيارات الجداد. وكنتمنوا من الله تعالى خير، فهاد المعرض ان شاء الله يكون خير، الى الناس كانت منافسه بيناتهم راه غادي يكون خير ان شاء الله. الفكره ديال المعرض هي الحمد لله فكره مزيانه، فكره ديال التواصل، فكره داخله في اطار سياسه القرب اللي كينادي بها صاحب الجلاله، يعني كيشرفنا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله في المعرض. وعندنا مقترحات الحمد لله كنا تقدمنا بها في عدد ديال الاجتماعات في وزاره الداخليه وولايه الامن. مشكور السيد الوالي لانه تو بدل واحد المجهود باش ياخذ المعطيات ديالنا الى اخره. المهم
من بين المقترحات اللي تقدمنا بها يعني كنا ارحبنا بالفكره ديال الجديد الحاضره اللي نادى بها صاحب الجلاله وكتجلى في تجديد الاسطول ديال قطاع سياره الاجره، غير هي كاين بعض المشاكل اللي هي عبء على سائق سياره الاجره بما فيها البيس دو روشونج. البيس دو روشونج يعني ما كانش فيه واحد يعني كاين دعم، كنقولوا احنا قطع الغيار، الدعم اللي تعطانا هو مزيان في حد ذاته، ولكن عندنا مشكل ديال البيس دو روشونج يعني التكلفه ديال قطع الغيار لقيناها شويه مرتفعه بالنسبه للدخل الفردي او اليومي ديال سائق سياره الاجره. معريض فكره مزيانه ولكن خاص الجوده، الناس كتقلب على الجوده دابا، طنوبيلا تما خارجوا جداد دابا بحال فورميكا كتورك عليها بصبعك كتتقب، فهمتي؟ خاص الجوده، الجوده اهم شيء، ماشي على الثمن ولا على بنادم راه كيصبر يجي 2 مليون 3 مليون ولكن تكون الجوده. ماركه مزيانه راه كاع عباد الله فهمتيني؟ ماركه مزيانه كلها عباد الله تطيح عليها تاخذها. كان شي ماركه ماشي هي هذيك، راه بنادم اللي خد السياره الاولى الثانيه صافي كل شيء هرب. بنادم راه كيشوف داك الشيء. هذا هو اللي كاين. والسلام عليكم. قلت لك هذه فكره ديال المعرض مزيانه ولكن ما كرهناش نشوفوا فيه شي نوع ديال السيارات، شي نوع ممتاز ويناسب القطاع. هذا هو الفكر ديالي اللي عندي انا. شفت الاشهار ديالو وبان لي حتى في المواقع، وهذه بادره حسنه وتنتمناو يكثروا المعارض بحال هذا الشيء اللي كيمثلوا المهنه. هذا مبادره حسنه. اولا غادي نشوف نتلاقاو فيها جميع وغادي نعطيو فيها الراي الجميع، وكاع اللي هي دار القطاع غادي نحطها نقولوها.